العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات والفكر. اهلا بيك يا سيادة العميد. اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. تحياتنا ليك. اهلا بيك. طيب احنا بنتكلم في هذا المحور عن هذه الجماعة الارهابية، بنقول ان هي لما قالت ان خلافها مع النظام القائم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا ليس بصحيح على الاطلاق، هي اختلفت واصطدمت مع كل الانظمة التي نشأت يعني في وجود جماعة الاخوان المسلمين من 1928 لحد النهاردة. يعني هذا صحيح، والتاريخ بيشهد الحقيقه على هذه الجماعه المارقه طوال الوقت هي على هامش المشروع الوطني للدوله المصريه، مع كل اختلاف انظمه الحكم والرؤساء والايديولوجيات اللي اعتنقها حتى الانظمه المصريه المختلفه، ان كانت اشتراكيه، ان كانت راسماليه، ان كانت اقتصاد حر وغيره من الاليات الحكم المتعدده والمتنوعه. طوال الوقت الحقيقه جماعه الاخوان لم يكن لديها سوى مشروع واحد، وهو هدم الدوله الوطنيه. ايا كانت هذه الدوله وايا كان النظام. حتى من قبل ثوره 23 يوليو ربما يكون كان فتره احتلال وكان حكم ملكي، وايضا كانت تلعب ادوار مشابهه. هي من اسست بالفعل منذ اللحظه الاولى لانشائها نمط العمل السري المسلح الذي اثبته هي بنفسها الجناح الخاص واللي كشفته الحقيقه القضايا اللي حكم بسببها اعضاء الجماعه فيما قبل ثوره 23 يوليو وبعد موجه الاغتيالات والتفجيرات اللي نفذتها في القاهره وبحق القضاه والكبار السياسيين وصولا لرئيس الوزراء ووزير الداخليه وغيره من الشخصيات السياسيه في هذا العصر. والحقيقه كان الشعب المصري كله كان بيسير في اتجاه بمختلف احزابه ومكوناته السياسيه، والاخوان في اتجاه منفرد يؤمنوا بالعنف ويتعاملوا مع الجميع باعتبارهم اعداء صرحاء. عندما تغير النظام بالكامل وكان هناك نظام ثوره 23 يوليو، حقيقة من الشهور الأولى مباشرة بدأ الأمر وكأن هناك سباق على الاستحواذ على القرار وعلى السلطة. صحيح. مجرد تأسيس مشروع الدولة الوطنية على يد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بدأت الحرب مستعرة ما بين الإخوان وما بين النظام، الذي كان يكفي فخرا أنه حمل إنجاز تحرير مصر من الاستعمار في هذا التوقيت. لم يشفع له هذا الانجاز الكبير، وكانت مصر تبني نفسها بمشروع تنميه حديث ربما يشابه ما نقوم به في اللحظات الراهنه وفي العصر الحالي. لم يكن امام جماعه الاخوان سوى ان تنتهك النهج الذي لم ينقطع حتى في هذا التوقيت المبكر، ولم ينقطع حتى الان في مشروع دوله وطنيه بعد ثوره 30 يناير 2013. وكان العنف وكان الارهاب هو السلاح الذي لا يتقن الاخوان سوى استخدامه. وحتى بعد ان لفظاهم الشعب ايضا لا زالوا متمسكين بهذا النهج، ولديهم بقى مبررات وتبريرات واعذار جميعها اصبحت اعذار متهالكه ومتهافته لا يصدقها احد. الوقائع على الارض تكذب اي اطروحات تحاول ان تخدع بها الناس. اصبح الان الامر مكشوف رؤى العين كل الخطوات اللي بتتخذها الجماعه. وماذا عن ما تفعله هذه الجماعه الارهابيه الان يا سياده العميد؟ يعني كل هذه القنوات المغرضه، ابواق الاخوان الاعلاميه المنتشره في قطر وتركيا تحرض المصريين، تبث اخبار كاذبه، فيديوهات مزيفه، يعني كل هذا، ما هو المخطط الموجود الان؟ المخطط الان هو ارهاق الدوله المصريه وساعد الاحباط لدى الراي العام واستمرار في اعمال النكايه والتحالف مع التنظيمات الارهابيه المحترفه مثل القاعده وداعش من اجل ان يقوموا بتنفيذ عمليات استهداف جماعه الاخوان. وحتى عندما بدا هذه التنظيمات تتلقى ضربات قاسمه من القوات المسلحه المصريه ومن الاجهزه الامنيه التابعه لوزاره الداخليه، بدا الاخوان مباشره
ربما منذ العام 2013 يشكلوا هم بأنفسهم، يعني تركوا مسألة التحالف مع التنظيمات وبدأوا يشكلوا هم أنفسهم صفوف الجماعة تنظيمات إرهابية صريحة وواضحة ومصنفة كتنظيمات إرهابية على لائحة الإرهاب الدولي مثل حركة حشم ولواء الثوري والعقاب الثوري، حتى يكون لديهم الذراع الإرهابي الخاص بهم، وبدأوا يشتغلوا على هاتين أو هذين المسارين. الأبواق الإعلامية اللي بينقف عليها مليارات الدولارات منذ 7 أو 8 سنوات الحقيقة هو بيستخدم الأدوات الحديثة، وهي أبواق إرهابية بأكثر منها أبواق إعلامية. هو بيستخدم أسلحة التأثير، أسلحة العصر في التأثير، ويعلم تماما أن الإعلام لديه قدرة على التأثير في المواطنين. نعم. والإلحاح حول الترويج الكاذب والتحريض وغيره من مما نتابعه ونشاهده من بث لأكاذيب ولأقوال غير مستندة على أي شكل من أشكال الحقائق. هو بيحاول يعمل عملية إرباك في الرأي العام، أن ينشغل المواطنين بذلك. لكن حتى مثل هذه الأدوات رغم الحاحة ورغم ما يتم الإنفاق عليها على مدار الساعة من قنوات ضخمة، وحضرتك إعلامي وتعلم تماما حجم الإنفاق الهائل اللي بيتكبده أي قناة بتبث فضائيا على مدار ال 24 ساعة، حتى هذه الأموال الضخمة أعتقد النهاردة الرأي العام المصري استطاع أن يفرز الغث من السمين، وبدأ يعلم ويدرك تماما أن هناك حربا حقيقية تشن عليه من خلال هذه المنصات المشبوهة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للدراسات والفكر.